سوريين لبعض، معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا، اليوم حلقتنا من نوتنغهام بالمملكة البريطانية، يلي استقبلت خلال الفترة الماضية عدد من السوريين يلي كانوا عايشين بدول الجوار السورية ضمن برنامج إعادة التوطين يلي برعاية المفوضية العليا للاجئين. وانطلاقا من أنه نحن كسوريين لازم نكون دائما لبعض، اتحرك فورا بعض السوريين المقيمين بهالمدينة من زمان وكانوا عون لأهلهم السوريين يلي وصلوا عن جديد، وكرمال هالشي أسسوا جمعية Syrian Society of Nottinghamshire ليقدروا من خلالها يقدموا الدعم الأفضل والمنظم. لنعرف أكثر عن الجمعية التقينا السيد بشار الحكيم رئيس الجمعية والسيدة لينا أمير براق إحدى الأعضاء الفاعلين والمؤسسين بالجمعية، وكان اللقاء التالي. أستاذ بشار، أول شيء بدنا نتعرف على الجمعية، كيف بديت وليش جتكم الفكرة لتسوى؟ نحن كنا من فترة طويلة هون بنوتنغهام، صرنا فوق 20 سنة، وكنا ناشطين من الناحية الاجتماعية، يعني طاقة سوريين بكل بريطانيا. بس وقت صارت الحرب واجوا ناس جدد سوريين لهون، صار متطلبات السوريين مختلفة نوعا ما. بقى نحن أول فترة حفلنا نحب أنه نخلي الناس يحسوا كأنه هن جايين عبيتهم، لأنه جاي من مشاكل، في ناس مسافرين، في ناس فقدوا أصدقاء وأقرباء، إنه نكون مثل عائلة واحدة مع بعضنا. اللي إله حاجة وغالبيتهم ما بيعرفوا إنجليزي الأجو جداد، بقى قلنا منساوي مثل شيء بنوتنغهام بالذات، وأسسنا الجمعية السورية بنوتنغهامشير. هدفها الأساسي جمع السوريين مع بعضهم، مساعدتهم، ربط السوريين القديمين مع الجداد مشان نعلمهم طرق العمل شلون، ونساعدهم باللغة ونساعدهم بأساسيات الحياة مشان يحسوا أنه هن لهم ناس موجودين كعائلة. تمام. شو النشاطات اللي بتقدموها أو نوع الدعم اللي بتقدموه للسوريين؟ هلأ نحن نوعا ما نشاطات في جانب منا اجتماعي، هو مشان نجمعهم مع بعضهم ونحسسهم بجو العائلة وإنه نحن مع بعض وفي إلو الناس ممكن يرجعوا لهم في حال بدهم أسئلة أو شيء. وبالمقابل في جانب تاني هو اهتمينا نقدم نعمل متصلات مع الجهات اللي بتقدم كورسات معينة بالتعليم بالكمبيوتر بالتدريس اللغة سواء للكبار والصغار، فركزنا كمان على موضوع التعليم وتأمين الكورسات للسوريين بشكل أنه ندعم الشباب الصغار اللي جايين، لأنه هدول يعني نوعا ما كان أقل دعم بيصلهم، لأنه بحاجة هن بحطوهم حسب الأعمار في المدارس، وهن ما لغتهم يعني جيدة بشكل أنه يحسنوا يمشوا، فحاولنا نأمن لهم دروس إضافية بالمواد الأساسية العلوم الرياضيات واللغة. بالإضافة لهالشي طبعا كورسات للسيدات بمجال تجميل تصفيف الشعر كمبيوتر، ساعدنا كمان شوي بكورسات اللغة كمان. وعندنا أفكار كتير ونشاطات عم نحاول هلأ بديانين نفكر نعمل مدرسة عربي، أو هي بالأحرى مو مدرسة لأنه في كتير طلاب صار في عندهم انقطاع لسنوات بالتعليم، فرح نبدأ مبدئياً عم نفكر بمستويين، مستوى أساسي مستوى شوي متقدم، خصوصاً كمان في صغار هلأ اللي بدو يفقدوا لغتهم، وهي للأسف يعني مشكلة كبيرة رح تواجهنا في المستقبل، لأنه الأهل لسه ما تعلموا اللغة والأولاد صاروا عم بحكوا اللغة بشكل يعني العربي كمان عم بفقدوا. فعم نحاول يعني إذا نتوقع المشاكل ونكون نحن خطوة قدامها، بركي إن شاء الله الله يقدرنا أنه نحسن نساعد هالناس يعني أهل بلدنا. وين مناطق نشاط الجمعية أكثر شيء، بكل إنجلترا ولا مناطق محددة؟ هلأ نحن مركزنا بنوتنغهام، هي المدينة نوتنغهام وضواحية.
أكثر تركيزنا، لأنه في كتير جالية كبيرة كتير أجوا من السوريين جد عن طريق الدولة، وفي ناس أجوا لحالهم طبعاً، وفي طلاب كمان أجوا وعبدوا، تركيزنا هون أكثر. بس نحن كجزء من مجموعة الجاليات السورية ببريطانيا كلها والجمعيات السورية ببريطانيا نتصل معهم، نتعلم من خبرات بعضنا ومنشارك مع بعضنا، وقت بصير مجال شغلة كبيرة نشارك معهم. تركيز عملنا بنوتنغهام بس على اتصال مع الجمعيات الثانية. تمام. طيب تحكينا عن فريق العمل، كيف جمعتوا حالكم؟ هل هو من السوريين القدامى ولا في من القادمين جدد النيوكامر لسوريا؟ وإذا حدا بده ينضم للجمعية شو الطريقة؟ هلا نحن في البداية كان نحن مجموعة جمعنا أغلبنا كان طبعا بالبداية من القديم، ولكن مع الوقت حاولنا أنه نستقطب الناس اللي بتهتم من الناس اللي اجوا جدد ونضموا للمجموعة. نحن كان في طلاب وفي من السوريين الجدد اللي اجوا، وفي كمان من القدامى، فبشكل انه نغطي، لانه نحن جمعيتنا صراحه مو موجهه فقط للسوريين الجدد، نحن هدفنا كل السوريين، وكلياتنا نكون تحت مظله واحده وبلا اي ليبل بلا اي تسميات. نحن السوريين عايشين في بريطانيا وهذا الهدف اللي رايدين نوصل له. فبداية كنا طبعا أكثر من السوريين القدماء، ولكن توسعنا وأضفنا من السوريين الجدد اللي انضموا لهلأ للكوميتي للمجلس طبعنا. عظيم. طيب تحكونا عن آخر مبادرة أنتوا فيها، شو هي ومين استهدفتوا وشو قدرتوا تحققوا منها؟ آخر شيء عملناه هلأ نادي صيفي، كان فعملنا نادي صيفي فيه شوية لغة للأطفال وبس، فيه كمان نشاطات رياضية وهذا، وهذا كان بشاركة مع جمعية تانية موجودة هون هي اللي بتعمل الدروس التقوية بالفترة الشتاء، ولكن بالصيف عملنا هيك ونظمنا لهم رحلة. هلأ الشتاء بصير أكتر بقى اشتباع صالات وهالأمور، يعني شيء داخلي، بس بالصيف استفدنا من الصيف وطلعنا رحلتين. شكرا كتير لكم وبتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم وشكرا على هالاستضافة الحلوة. مستمعينا الاعزاء اكيد بتفيكم تلاقوا كل معلومات الجمعية بوصف الحلقة اللي بتلاقوا مرافق دائما على الساوند كلاود، ولا تنسوا دائما نحن سوريين لبعض. سوريين لبعض، معي انا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات انفية السوريين للسوريين.